النمر الغريب. ايوه انا ايناس يا حماده، ما تقفلش السكه، انا عاوز اتكلم معاك. مفيش كلام بيني وبينك يا ايناس. لا في كلام يا حماده، وكلام كتير كمان. انا لسه لا طالبتك بنفقه ولا جرجرتك في المحل. احترمت نفسي وسكت، والشيك المضروب اللي انت اديتهوني انا ما خدتش فيه اي اجراء. كان ممكن اوديه النيابه واسجنك، لكن برضه صنت العيش والملح اللي بينا. لازم اشوفك يا حماده عشان نقعد نتكلم وكل واحد ياخد حقه. طب امتى؟ اوكي وانا هكون في انتظارك. ربنا ياخدك يا شيخه.